السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا جزء من الطريق السيار شمال جنوب في مقطعه الموجود بين ولاية مدية وولاية جلفة، ونلاحظ من هذه الصور من الدرون بأنه هذا الجزء هو من يعني من نوع ثاني، يعني فيه زوج أروقة زائد شريط التوقف الاضطراري زائد الجليسير نتاع الأمن إذا والأمان. إذا هذا هو النوع نتاع الطريق واللي يظهر أنه يعني من نوعية جيدة تلائم يعني الكثافة السكانية في المنطقة هذه، يعني منطقة الجنوب، يعني طرق سيارة من نوع ثاني. إذا هنيئا لهذه الولاية نتين تاع الجلفة والمدية بانتهاء الأشغال في هذا الجزء، وتبقى بعض الأجزاء انطلاقا من ولاية الأغواط إلى حدود ولاية غرداية، وكذلك ولاية منيعة وتمن راست للأشغال نتاع الازدواجية نتاع الطرقات ما زالت متواصلة، ويعني فيه أشغال نتاع ازدواجية، كذلك فيه أشغال نتاع تحسين المسار والقضاء على المنعرجات الخطيرة. إذا إن شاء الله المشروع هذا يكتمل إلى حدود الجنوبية مع النيجر. إذا وإن شاء الله يعني الطريق كان موجود، طريق هو الطريق الوطني رقم واحد موجود يعني منذ سنوات، لكن الآن فيه العمليات الازدواجية وتحسين المسار، وكذلك فيه رواق ما يسمى بالرواق الاقتصادي الجزائري باتجاه يعني الجنوب الكبير، وكذلك باتجاه الدول الإفريقية، يعني رواق اقتصادي لأنه فيه كذلك خط نتاع الألياف البصرية وخط نتاع الإنترنت. إذا فيه نية لتطوير الاتصالات وكذلك المواصلات لتسهيل العملية الاقتصادية نتاع التبادل التجاري وتبادل التقنيات والخبرات والسلع، وكذلك المتعاملين الاقتصاديين تنقل تاعهم بين فضاءات شمالية لإفريقيا باتجاه فضاءات الجنوبية لإفريقيا. إذا إن شاء الله تكون فيها خير في هذا التوجه، يعني التوجه الجديد للجزائر باتجاه إفريقيا. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.